انا جالي مرتين وانا بلعب في الاتحاد الاهلي مرتين عشان العب ايام مره ايام السايس كابتن محمود السايس ومره ايام الكابتن انور السلام وللاسف ما عرفتش انتقل من الاتحاد للاهلي. مباراه الحرس والاهلي في كاس مصر يعني من المباريات الحلوه اللي احنا قدمناها كان نفسي اكون متواجد يعني مع الحرس مع الاهلي.